علي علي ربنا المعبود ذو العرش العلي، وصلاة الله مع تسليمه على الذي جاء بشرع مكمل. صباح البارزين لقاء فخر تذثر عزة وزه انتشاحا، لقاء يكسب الإبداع رمزا ويكتب كل أسطره نجاحا. أسعد الله صباحكم الباسم في هذا الاحتفال المميز في يوم الريادة، يرحب بكم ضيوفنا الكرام. هذا كلام الواحد الخلاق في دفته مكارم الأخلاق، هذا كتاب الله دستور الورى وبه رقى الناس والأعراق، هذا جنة من كل شر أو أذى، هو للورى الحسن البديع الواقي، هو لافت الأنظار للآيات في صنع بديع الكون والآفاق، فيه نواميس الحياة جميعها فاستنبطوها من ربى الأوراق، ومع القرآن تلقيها على مسامعنا الأخت خلود النجاتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، وصدق رسوله الكريم. ما بالها اليوم بالأوجاع مثقلة، وتشتكي سطوة الآلام والمحن، وتنزف القهر في صنعاء أوردتي، وتسطلين جحيم البؤس في عدني. تفائلي تفائلي يا قحطان وابتسمي، وعانقي هلال البين أرقني، بعقل بعقل بلقيس ها قد جئت متشحا، سيف الإرادة من سيف بث يزني، أنا سفير بلادي في مواجعها، وصوتها الحر في الأقطار والمدن، منذ الولادة لو خيرت في وطن لقلت أنا يمني. الأسر الناتجة، فليتفضل الأستاذ باسم الخير. واسمعوا
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيد الخلق محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أما بعد، نرحب بضيوفنا الكرام الأستاذ قاسم المساواة وكيل محافظة إب، والأستاذ سلطان عز الدين المعيد نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وأرحب بالشيخ مصلح دبوان والأستاذ وراحب الأستاذ عصام كباري ممثل شركة عبد اليمني، وأرحب بالأخ مدير المرور العقيد خالد نعم، وأرحب بالمهندس طلال عامر الدبعي، وأرحب بالأستاذة الأخت حياة القينعي رئيسة اتحاد نساء اليمن، وأرحب بالحاضرين جميعا كل من باسمي وصفته. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأشكركم جميعا على حضوركم هذا حفلنا المتواضع بمناسبة تخرج الدفعة الأولى من متدربات الخياطة وصناعة الحقائب وصناعة البخور والزبات والعطور، والذي استمرت لمدتها 3 أشهر ولا 80 متخرجة في دورة الملابس 35، ودورة صناعة الحقائب 25، وصناعة البخور 20. ونحن في صدد دفعات جديدة في مجالات متعددة إن شاء الله في الأشهر القادمة. وأخيرا الشكر موصول أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى، ثم الشكر والتقدير للأخوة فاعلين الخير والداعمين من أبناء محافظة إب المغتربين في الخارج لدعمهم السخي لجميع مشاريع المؤسسة. وهنا أقدم دعوة لجميع الأخوة فاعلين الخير، لمن يرغب منهم رجال المال والأعمال للمساهمة في مشاريع المؤسسة. وكما أقدم شكري ممثلة باللواء عبد الواحد صلاح محافظ محافظة إب لتسهيل أعمال المؤسسة ومشاريع المؤسسة. ولا أنسى الشكر والتقدير لجميع الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمع أقوى تحية للأستاذ باسم الخير. ضيوفنا الكرام، أهلا بكم ومرحبا بالنور الذي طلع منذ مجيئكم. أهلا بكم ومرحبا بالأمل الجديد الذي أزهر منذ قدومكم. نرحب بكم وضيوفنا الكرام، ولا ننسى أن نرحب بالأخ الأستاذ قاسم المساواة وكيل محافظة إب المحترم، والعقيد خالد نعم مدير مرور المحافظة، وأيضا رجل الأعمال الشيخ مصلح دبوان، والأخ عبد الخالق الجديد نائب مدير مكتب الإعلام. وأسماء أقوى تحية، وأيضا الأخ فهد صلاح مدير عام وكالة السبا. أسمع لهم أهلا وأقوى تحية، ونزلتم علينا أهلا وهللتم سهلا. ضيوفنا الأكارم، يا مرحبا ترحيبا ما لها حدود، ترحيبا أن يفخر بها الضيوف الجارة. إلى من حضر يستحل المسك والعنبر، والذي تغيب للجميلات العذر. أهلا بضيوف ومرحبا، ما هبت النسماء من عالي الربا. أهلا بكم ما تعاظم ودكم، والقلب أخفق بالنشيد مرددا، ومع الزهرات فليتفضلون مشكورا. وأسمى أقوى تحية، أقوى تحية لزهرات مدارس المنار الأهلية. I'm
أقوى أقوى تحية لزهرات مدارس المنار الأهلية من تدريب الأستاذة ريم الجندي والأستاذة حنين الصيادي. أسمع أقوى أقوى تحية للزهرات. عمل صالح مختصر الطيب، والطيب مختصر وجه المولى عز وجل. ننتقل وإياكم إلى رورتاج من عمل مؤسسة النفوس الرحيمة الذي أخرج على يد كينج الفوتوغراف الأستاذ ياسين حيدرة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الآن رورتاج قصير عن أعمال مصطفى روح هناك بعد الجهة. خلي أبزنه بسرعة من قدام أخوك. بسرعة مصطفى، يلا بعين عندك. طبعاً الحضور جميعاً، رجاءنا الهدوء، رجاءنا الهدوء والإنصات. الريبورتاج هذا يحكي عن دور المؤسسة في الثلاثة الأشهر التي قدمت خدمتها في دورة الحقائب ودورة الخياطة أو خياطة الأقمشة، ثم دورة إعداد البخور والعطور على مراحل تصوير يعني طيلة ثلاثة أشهر. وطبعا الإعلامي أو المخرج حق المؤسسة الأستاذ ياسين أعد هذا الريبورتاج، فإن شاء الله ما يكون طويل لمدة 10 دقائق هكذا تتابعوا أعمال المؤسسة. تفضل. الآن الدورة الثانية.
شكرا للفوتوغراف ياسين حيدر على هذا الإبداع الجميل الذي أبرز فيه عملنا أكثر جمالا. طبعا مؤسستنا اللي كان لديها بصمة في جميع محافظات الجمهورية اليمنية وأحد البصمات في محافظة إب هي هذا المشروع الخيري الذي يقيم على هيمنته ثلاث دورات: خياطة الأقمشة، صناعة الحقائب، وأيضا صناعة البخور، ولكل من قسم مدربة خاصة به. نشكر الأستاذة التي كانت لها بصمة وأخرجت أناسا ناتجة في خياطة الأقمشة، الأستاذة سلوى المحرسي، أشكرها جدا، وأيضا صناعة البخور الأستاذة نجاة، وأيضا صناعة الحقائب الأستاذة وداد النوي التي هي نائبة مدير المؤسسة. أشرق النور وبانا، مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر لك في القلب مكانا، فالعين جافها نومها تنتظر مجيئكم ببهجة وسرور. يا مرحبا، عدد قطرات المطر وعدد أوراق الشجر وعدد حبات الرمل وعدد حركات البشر. إلى من أقيم هذا الاحتفال، إلى نجوم الصافئة، إلى صناع المستقبل، إلى المتخرجين الدفعة الأولى، أنتم صناع التميز، صناع يفخر الأجيال، من صنع المجد تحولا. اسمحوا لضيوفنا الأعزاء أن أرحب بالخريجة لتلقي على مسامعكم كلمة الخريجات نيابة عن زميلاتها، فلتتفضلوا مشكورة الأستاذة المتدربة رواد الصبري وأسماء قوى. تحية. بسم العليم القدير العظيم الكريم، بسم الإله الواحد العليم الغفار الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الصالحين، وبعد. الحضور الكريم كلا باسمه وصفته من ها هنا من على منصة نجاحنا، أقف اليوم بكل شرف وحفاوة واقتداء براسمين الرحمة في نفوس الطيبين أولو الشرف في المهنة والصدق والإخلاص في العمل، باسمي واسم جميع المتدربات جميعا التي تعتبر الدفعة الأولى لهذه المؤسسة. أتقدم بالشكر الجزيل لكل من عمل في هذه المؤسسة داخليا وخارجيا، فمن شكر الله شكر عباده الذين جعلهم الله سببا في مساعدتنا ومساندتنا، فشكرا لكم يا خير من تولى المناصب على جهودكم، يا أصحاب القلوب الرحيمة النقية والتي تقف معنا، فعمل المعروف يدوم والجميل دائما محفوظ. فكل التقدير والاحترام للمؤسس لهذه المؤسسة الذي له الحظ الكبير والحظ الأوفر في ذلك، الملقب بباسم الخير الأستاذ باسم الخير، الذي نسأل الله تعالى أن يديمه لهذه المؤسسة، فيا خير من اختير لهذه المؤسسة. وكذلك كل التقدير والاحترام لصاحبات العقول الواعية واليد النامية المدربات على مستوى المحافظة، محافظة إب، التي جعلنا هذه المهنة أو المهن المشرفة لكل من احتاج وسيلة عمل يعيل بها أسرته، هن بذرة خير سيبقى أثرهن باق على مر الزمان. الأستاذة نائب مدير المؤسسة الأستاذة وداد النمي مدربة صنع الحقائب، والأستاذة القديرة مدربة صنع البخور الأستاذة نجاة الخياط، وكذلك الأستاذة القديرة المدربة للخياطة الأستاذة سلوى المحرسي. ولا ننسى من وقفت معنا في بداية مشوارنا، كذلك الأستاذة مريم الحالمي. فأنتم جميعا نعم الموظفين الذين يحملون معنا الأمانة، أمانة العمل والإخلاص، ويحرصون على تقديم ما هو أفضل وما هو على حساب أنفسهم،
فلولا جهودكم لما تمكنا من مواصلة هذا النجاح، ولما تمكنا من وضع مؤسستنا على خارطة النجاح بفترة قياسية. فلا نغفل بأن هناك بعض الأشخاص قد يتهافتون على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة ولا يدخرون جهدا في تقديم ذلك، على الرغم من عدم وجود رابط دم ولا رابط قرابة أو سلع عائلية قد تجمعنا بهم، ولكن يصبحون سببا في إضفاء السعادة على قلوبنا وتقديم المساندة، فلذلك هم يستحقون أن نقدم لهم جزيل الشكر والتقدير لما منحوه لنا، فهم رفعة هذه المؤسسة وأساس تقدمها، وهم من يحملون شعلة النجاح والتطور في مؤسسة القلوب الرحيمة لمساعدة الأشد فقراً والمحتاجين. فحقاً هو شعاراً راقياً والذي يتكلم عن معناه بذاته، فمديونية الإنسان ليست فضيلة وإنما السداد فضيلة، وتبدأ الفضيلة عندما يكرس الإنسان نفسه للعرفان. فشكراً لكم ملء السماوات والأرض، ولا ننسى الأيدي الخفية من قامت كذلك بإنجاح هذا الاحتفال من صوتيات ومصورين ولجنة نظام، ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك غاليتي الأستاذة وداد الصبري، عجز اللسان عن البيان فصاحة، واحترت كيف أرتب الأفكار، فخلعت عن نفسي متاعب عزلتي، ويا مرحبا بكم. ننتقل وإياكم إلى كلمة الأستاذ قاسم المساواة ممثل السلطة المحلية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين الله الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله القائل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الإخوة الحاضرون جميعا، الأخ مدير عام المرور بمحافظة العميد خالد عم، الأخ رجل الأعمال الشيخ مصلح دبوان، الأخ مدير، الأخ رئيس المؤسسة الأستاذ باسم قريب، الأستاذة الفاضلة الكريمة حياة الكيناعيم رئيسة اتحاد نساء اليمن، الإخوة الحاضرون مدراء المكاتب التنفيذية الحاضرين معنا، والإخوة النواب جميعا أهلا، والأخوات أهلا بكم وسهلا جميعا في هذا الحفل الكريم والعظيم، والذي يعد نقلة لهذه المحافظة، والذي يعد هذا الحفل وهذا التخرج المتميز لثمانين خريجة في هذه الدفعة، يعتبر هو نقلة نوعية لهذه المحافظة، وإذا دل على شيئا فإنما يدل على شخصية هذه الجمعية وقيادتها التي تقود هذه الجمعية إلى الطريق الصحيح والطريق الفاعل في بناء هذا المستقبل لهذه المحافظة وهذا الوطن. الإخوة الكرام، أولاً أقول لكم تحية اللواء عبد الواحد محمد صلاح محافظ المحافظة والقيادة داخل المحافظة، والذي كان يحب مشاركتكم ولكنه يعني شغل في عمل خارج المحافظة. فنحن من هنا في السلطة المحلية نأخذ على أيديكم ونشجعكم بما تقومون به، ونحن مستعدون بالدعم لكم، الدعم المعنوي أو المادي أو ما تطلبونه في ذلك. أيها الإخوة والأخوات، نحن نريد أن تلمس كل المحافظة والمديريات هذا التقدم من جانب، سواء في جانب الجمعيات، وندعو كل رجال المال والأعمال إلى دعم مثل هذه المؤسسات العظيمة التي لها لمسات على أرض الواقع، والتي تهتم بالفقير والمسكين واليتيم والأرملة. فنحن نقول الله سبحانه وتعالى يقول ويطعمون الطعام على حبه
مسكينا ويتيما وعسيرا، فها هي هذه هي ميادين الخير، وهذه هي ميادين الرحمة الذي دعا إليها رسولنا الأعظم، والذي وصفه الله سبحانه وتعالى قائلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه هي مؤسسة النفوس الرحيمة، والتي ينبعث هذا الاسم من وصف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن: وإنك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسل الله سبحانه وتعالى الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله رحمة للمجتمعات أجمع، ليس للمجتمع المسلم بل حتى للمجتمعات الأخرى التي لا تدين بدين الإسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل البشرية، لكل الإنس والجن وكل المخلوقات على وجه الأرض. أيها الإخوة الكرام، نحن نشكر كل من ساهم وعمل في نجاح هذه الجمعية وهذه المؤسسة التي يعني بدأت بمستوى قوي وبمستوى عظيم في هذا الجانب، ونحن نتمنى أن تستمر هذه المؤسسة بالزخم هذا القوي وبالأداء الفاعل من أجل رفع وعي نساء المحافظة. وكذلك نحن نتمنى من هذه المؤسسة أن تبدأ بالفقراء والمساكين والأسر الفقيرة والمحتاجة التي تحتاج إلى دعمها وإلى تخرج مثل هذه الدفع، ولا تكون مقتصرة على يعني البيوت الغنية أو البيوت القادرة، من أجل أن نسد يعني رمق فقر هذه الأسر الفقيرة، ونتخير للاختيار تنمية هذه القدرات على الأسر الفقيرة والمعوزة، وليست على الفقراء على الأسر الغنية، لأن الغنية قادرة على أن تنهض، ولكن الأسر الفقيرة لابد أن نأخذ بأيديهم جميعا. ونحن كما نقول دائما: نحن لن نصعد على هذه السلطة إلا لنكون خداما لكم وليس حكاما عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ قاسم المساواة الممثل للسلطة المحلية على كلماته هذه التي كانت لنا تحفيزا لنصل إلى أعلى المراتب. شكرا لك، وأسمع له أقوى 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 تحية. يا أيها البلد السعيد، تحية يشدو بها التاريخ من واقع الزمن. يا أصل بلقيس الكفاح، يا نبع حمير، يا قبائل ذي يزن، نحت على الصخور قصيدة من دمي كي أقول فيها أحبك أحبك يا وطني. فشعرت إني إلى غير وطن الحبيب لا أنتمي. سنبقى وإياكم ضيوفنا الأكارم مع النشيد والزهرات، فليتفضلونا مشكورا. بالقلب للحب انفعال، يحوى الطبيعة والجمال، هذه بلادي لا تزال سحر يفوق به الخيال. خيراتها تسري الجبال، وبها سنهيا لا محال. فيها سعينا بالعطاء، وشكوفنا فوق السماء. بالوحدة عانقنا الوفاء، بالحكمة جسدنا الجبال،
يعني أرحب بالضيوف جميعا وعلى رأسهم الأستاذ قاسم والأستاذ خالد والداعم والياسم باسم باسم. أهلا وسهلا بكم والحضور جميعا من بنات ومتدربات وأولياء أمور وحضور مدعوين سواء كانوا ضيوف أو مستهدفين، ومن المدربات الذي يعني عملنا الجهد الأكبر لإخراج مثل هذا اليوم حقيقة. يعني واني أتطلع إلى الشعارات الموجودة داخل القاعة والله العظيم أقولها كلمة من القلب إنه أني جداً ممتنة إنه أبصر مخرج يعني بالشكل هذا. الحمد لله يعني بأيدي يعني محلية وداعمين ناس محليين، إحنا نعمل نفس العمل ولكن بدعم دولي للأسف الشديد، ولو سحب الدعم سواء كان من إيجار مقر أو رواتب موظفات أو أجور عاملات أو إمكانيات أو لو سحب الدعم لا قدر الله من المنظمتين الداعمتين لاتحاد نساء اليمن يعني لجلسنا مكفوفي الأيدي. لأنه أما أنه أن حصل على داعم بحيث أنه نعمل هذا المخرج هذا شيء عظيم، وإحساس بالمسؤولية وإحساس لأهمية موضوع يعني خيركم خيركم لأهله. أنا أقول هكذا القادر يعطي فرصة لمثل هؤلاء الكوكبة البسيطة لتتدرب وتتمكن. يعني ولي نصيحتي للبنات المتدربات إنه يعني تحصل على هذا التدريب وهذا القدرة على التمكين، إنه تمسك مهارة مش تمكين مادي، المهارة تكون بيدها على أساس إنه إن شاء الله بإذن الله تكون لديها الفرصة للعمل والاجتهاد. يعني اعذروني إذا يعني عرقت إلى اتحاد نساء اليمن، إحنا من العام 86 وإحنا نعمل بجهود ذاتية على نفس المنوال، فقط من العام 2018 فقط نشتغل في الجانب الإغاثي. هذا يعني على أساس إنه يعني إحساس بأهمية الحالة الاقتصادية نتيجة ما ذكره الأستاذ قاسم، يعني نتيجة الحرب والحصار والأوضاع المعيشية الاقتصادية التي أثرت سلبا على كل أسرة سواء كانت مقتدرة أو متوسطة أو موظفة أو أسرة عائدية. فأصبح يعني هدفنا من 2018 إلى اليوم والله أعلم سيستمر أم لا يستمر، يعني هدفنا بهذا أنه يعني ندخل للأسرة ونستهدف المرأة بحيث أنه يتم تدريبها وتمكينها من المهارة بحيث أنها تكون قادرة على لم شتات الأسرة. لأنه حصل إشكالية بسبب الوضع الاقتصادي الحالي يعني من خلافات زوجية عديدة، من هروب الزوج، من يعني وفيات نتيجة الـ يعني الأوضاع السياسية المتوترة يعني سواء كان مع هذا الجانب أو ذاك. المهم أنه حصلت يعني فجوة كبيرة جدا وحصل تدني جدا بالمستوى الاقتصادي للحالات. فلهذا يعني التوجه لمثل هكذا يعني تدريب على مهارات حرفية وعلى المرأة فقط إنه يعني تكسب المهارة وتحاول قدر الإمكان تسوق لنفسه وتحاول وإحنا على أتم الاستعداد للتعاون. طالما إحنا نصب في نفس المجال يعني إحنا مستعدين للتعاون فيما بيننا وتبادل الخبرات فيما بيننا البين بحيث إن إحنا بالأخير نصل إلى يعني حالات إن شاء الله تكون مستقرة أسرية وكذلك الأسرة يحد أو يعني يقل فيها عن حد الخلاف الذي أصبح يعني سمة المرحلة الراهنة. قسما بالله إنني اليوم يعني في أتم النشوة وفي أتم السعادة إنه أحصل على داعم زي الداعم من هؤلاء، شكري وتقديري وأمنياتي لهم وعلى يعني ناس يعني أوجدوا مثل هذا المخرج اليوم وعلى يعني عدد من هذا الأعداد سواء كان في تدريب الأقمع يعني الخياطة المبتدئة والمتوسطة والمتقدمة وصناعة الحقائب بأنواعها وكذلك صناعة البخور. وكنت أتمنى أنه المعنيين بالأمن بالذات خاصة من الشؤون الاجتماعية يكونوا يحضروا مثل هذه الفعاليات يعني ليروا أهمية مثل هكذا يعني صرح وأهمية مثل هكذا تدريب وأهمية مثل هكذا دعم فيما بيننا البين. شكري وتقديري لكم وشكري وتقديري للأستاذ قاسم لحضوره والأخ خالد والداعم والبن واسم وكل الحضور، واعذروني وشكري للبنات المتدربات والمدربات الذي يعني
يعني تم انتدابهم من المساحة الأمنة، فهن من أكثر وأفضل المدربات عندنا، ولكن في ظل تبادل الخبرات فيما بيننا لا يعنينا إلا أننا نرى مثل هكذا يعني مخرج، وهذا يعني منتهى النشوة لنا. شكري وتحياتي لكم ولدعوتنا ولحضورنا وهنا يعني لمشاركتنا هذه الفرحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لا ننسى شكر رئيسة اتحاد نساء اليمن الأستاذة حياة الكانعي، ولا ننسى أيضا مديرة المساحة الآمنة الأستاذة نجاة العمري لدعمهن لمركز ومعمل النفوس الرحيمة بالكادر النسائي، فشكرا لهما طبعا، وشكرا للحفل الكريم. والآن الأخوات والمشاركات ينتظرنا مكانا، والضيوف الحفل الكريم يقومون إلى المعرض. خلينا نسأل الصوت يا مصطفى، خلينا نسأل الصوت. هذا طبعا كل هذا صناعة قماش، هذا سيارة كامل، هذا صنعنا كامل، هذا أتمنى هذا كل يعني طبعا صناعة هذا معدل التصوير، هذا حاول ضرب المعدل. هذا
الأستاذة الغالية على قلوبنا وبداد النمي وذلك لما بذلته معنا من جهد فلها مزيدا من التقدم والنجاح فتفضل مشكورا. الأستاذ بداد النمي أسمع لها أقوى تحية أيضا لها كانت بصمة جميلة في إنجاح هذا الحفل وأيضا لا ننسى أن نشكر أخواننا الداعمين في الخارج الشهادة من خارج من المكتب.
أنوى محمد علي مثنى، ابتسام ثابت صالح الحكيمي، آسيا غالب أحمد علي، أميرة محمد القيسي، أميمة فايز صالح، أنيسة صادق الحاج، تهاني محمد عبد الله، حياة محمد عبد الله، حنان محمد الحميدي، خلود محمد أحمد النجادي، خلود هاشم أحمد، خلود محمد علي خالد، رباب عبد الله، روضة أحمد قايد الجعشني، زهور أحمد الشويري، ساحر علي أحمد الفقي، سمر علي محمد عقلان، سرور ناصر الحجري، سهام سنان عبد الله خشافة، شهد وليد الصبري، عائشة محمد محسن، فكرية قاسم مهدي، فوزية علي قايد، لينا عبد الله محمد فرحان، لطيفة حمود محمد العزي، ميثاق محمد الأحمدي، ملكة عبد الرب، نجوى محمد الجماعي، نظام مصلح الإدريسي، نظيرة محمد مهيوب، نور اليقين النظاري، وداد محمد الصبري، وفا سعيد أحمد مهيوب. ننتقل الآن إلى بنات الحقائب، ابتداء بأحلام علي محمد قايد، آيات فيصل الحميدي، أمة محمد ثابت، أنصاف عبد الرحيم، ملكة ناجية العبادي، سميرة علي محمد المهدي، نضال عبد الحسن، حنان أنور عبد الله، كريمة راشد أحمد قايد، شروق حسن القراضي، نورة خالد حزام، كريمة ناجي غالب، عليا البعداني، سلوى دماج، نورة أنور علي، دعاء زيد توفيق، ابتكار محمد. الآن ننتقل لقسم البخور، ابتداء بالخريجة أسماء أحمد محمد شماسي، آية فيصل الحميدي، إفراح علي قاسم علي، بدرية علي حسن محمد، بدرية علي صالح القادري، تراضي علي محسن، علي محسن العبادي، جوهرة عبد الله محمد عبده، حنان طاهر علي حمود، ندى إبراهيم علي حسن، هيفاء عبد الواسع، ألفت صلاح عبد الغني أحمد، منال محمد صالح سليم، نظيرة أحمد محمد الجباري، عفاف أحمد حسن ناجي، وفاء أحمد عبد الله، ميادة خالد، هدى قائد، سعاد عبد الله، هند عل. تهاني علي القاسم وأحلام إسماعيل سلام، وختمنا. روحي نستلمن الشهادة للإدارة. نظرا لكثرة الطالبات 80 طالبة، احنا الان بنكرم عدد قليل ونعتذر من البقية علشان فقط التوثيق. المتدربة فوزية علي قايد الشراعي، فلتتفضل. ومن بعدها لينا عبد الله محمد فرحان. ومن بعدها لطيفة حمود محمد العزي، ميثاق الأحمدي، ميثاق ملكة عبد الرب أحمد الشباري، ملكة يا فخر قلبي من أشعار
نجوى الجماعي، نجوى محمد حسن الجماعي. نظام مصلح الإدريسي. نظيرة محمد مهيوب. نظام ونظيرة. نور اليقين فيصل النظاري. الآن ننتقل لتكريم بعض من طالبات الحقائب، ابتداء بحنان أنور عبد الله. حنان، كريمة رشاد، أحمد قايد، لن تسمحين. طبعاً إحنا أخذنا الشهائد بشكل عشوائي، يعني ما فيش مفاضلة بين أحد، بس زي ما أنتم عارفين علشان التوثيق فقط. كريمة، شروق القراضي، حاولي تستعجلين يا منعة. كريمة ناجي الطويل، نورة وين؟ نورة موجودة. كريمة ناجي الطويل، عليا عادل البعداني. سلوى دماج ونورة. دعاء زيد توفيق. حنان أنور عبد الله. كريمة رشاد، أحمد قايد. موجودة أو لا؟ الآن طالبات البخور، ابتداء بأحلام إسماعيل سلام. أحلام، تهاني علي قاسم، هند علي مصلح السميري، سعاد عبد الله محمد العلومي، هدى قايد أمين الشميري، ميادة خالد عبد سعيد. وفاء أحمد عبد الله القاضي. عفاف أحمد حسن ناجي. نظيرة أحمد الزباري. نظيرة،
عبد الغني أحمد.